تقول ايه لجماهيرك اللي الناس فاكره غانم سلطان لحد هذه اللحظه؟ اقول لهم طبعا بشكرهم جدا، وهم يعني فاكرين طبعا ان هم تقريبا يعني من نفس السن شويه قريبين مني، لكن طبعا ايه كل الكلام لما واحد بيبقى في ذهنك حتى وانت شايفه وانت صغير شويه ويبقى في ذهنك ده بيبقى شيء اكيد جميل بالنسبه له ومحتفظ بيه، فطبعا الواحد بيتمنى ان تبقى ذكرته كويسه جدا دايما وابدا مع جماهير الرياضه وجماهير الكوره بالاخص. هل لما بتسمع الناس ديت بتحس ان انت عملت شيء اسعدت بيه الناس؟ والله بفضل ربنا الحمد لله الواحد ايه طول ما هو بيروح في اي حته واي مكان والناس بتذكره بكل خير فبيحمد ربنا برضو على النعمه ديت وبيتمنى ان هي تبقى موجوده دايما. ربنا يديم عليك. الله يخليك. طب انا معايا رساله، كم رساله كده من جماهير نادي الزمالك بعتها لك للكابتن غانم، معرفش هتقول لك فيها ايه. ماشي. احب اقول كلمه للكابتن غانم سلطان. كابتن غانم سلطان هو كابتن مصر. كابتن غانم سلطان كابتن من زمن الرياضه الجميل اللي هم كانوا بيلعبوا كوره للكوره مش لاي حاجه تانية. كابتن غانم سلطان انا مش محامي بس، كابتن غانم سلطان معاملته ليا زي معامله كابتن احمد وكابتن خالد، هو والدي التاني. كابتن غانم سلطان هو ابن ناس بجد من عيله كبيره جدا. كزملكاوي لما بروح له النادي واقعد معاه بقابله في الملعب على طول، مش في اوضه مدير فني لقطاع ناشئين او في اوضه اداري، لا 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 لا، بقابله في هو على طول في الملعب، يعني ثلاث ارباع وقته في الملعب. انا كنت بشوفه بيوجه كل المدربين بكل اريحيه، الصغيرين اي حد كان بيطلب اي معلومه او استشاره يديها له على طول من غير ما يتكبر او غير تاريخه الكبير. انا كان نفسي اشوفه وهو بيلعب، ما شفتلوش غير جونه في الاهلي بس. اعتقد ان الكابتن غانم اتظلم ان هو ما تولاش احد المنتخبات القوميه او الوطنيه الكبرى، سواء فريق اول او حتى منتخب اولمبي. هو يزيد كتير يعني في ناس اقل منه بكتير تولوا، لا ده هو يزيد عنهم بكتير في الاداره الفنيه للمنتخبات والاداريه. فانا بقول لكابتن غانم انت كابتن مصر. هتقول ايه بقى للرسائل اللي بيجي لك من الجماهير دي؟ لا طبعا باين ان هو طبعا زملكاوي جدا. وانا طبعا بشكره على الكلام الجميل اللي هو قاله دوت، وبتمنى اكون عند حسن توقعه يعني. اللي بعده. السلام عليكم، مساء الخير كابتن غانم، كابتن مصطفى عبده. انا راجل اهلاوي صميم، وانا من اشد المعجبين بالكابتن غانم سلطان، كنت بشجعه دايما، وهو راجل محترم جدا ولاعيب ممتاز. كنت اتمنى ان مصر تجيب 5-6 زيه. يا رب كده يكون بساحه كويسه ونكون بخير يا رب. شكرا وسلام عليكم. اهلاوي بيحب غانم سلطان؟ لا بشكره جدا فعلا. ده معناه ايه؟ ان اللعيب لما بيخلص في الـ في الـ في الكوره او بيخلص في عمله الناس بتفتكره بحاجه كويسه، بينال حب الجميع، دي اهم حاجه. معانا اخر اتنين كده مع بعض بقى، انا هنجيبهم لك. كباتن نادي الزمالك ورموزها، وعمل طفره في قطاع الناشئين لما مسكها، وادينا شفنا الناس اللي طالعه دول يعتبر كلهم طالعين من تحت الكابتن غانم سلطان. لعيب محترم ورمز من رموز نادي الزمالك، وبعدين ابنه كان بيلعب برضه في نادي الزمالك. كلنا بنقدره وبنحترمه يعني. مبسوط انت والله بكلامك. كل الناس دي انا بشكرها جدا جدا على كلامهم الجميل دوت، وربنا يعني ايه بعت لهم فاكهه بقى. وان شاء الله كده ربنا ايه يكرم ويخليني تملي السيره طيبه في امين يا رب. طب احنا وصلنا لفقره انت مين؟ لما اقول غانم سلطان انت مين؟ اسمك ثلاثي ايه؟ اسرتك مين؟ مدام ايه؟ الولاد ايه؟ الكلام ده انت مين؟ انا اسمي غانم سلطان دياب محمد. اساسا انا عيلتي اساسا من الصعيد. من سوهاج. لكن انا عشت وتربيت وخلقت في حي شبرا، وده حي شعبي ومن الاحياء اللي هي وزيك يعني من شبرا ومن شارع توسن بالتحديد. واتنقلت مثلا في اوائل السبعينات لحي المهندسين، وحاليا انا موجود في اكتوبر، وعندي بنتين وعندي ولدين. طيب السنه كويس قوي، عرفنا على المدام. الاول
الاول نجيب ايه المدام. ماشي. المدام طبعا ايه هي لبنانيه الاصل. فاكر الصوره دي؟ دي ده فرح يا سيدي في الباخره عمر الخيام. اللي هي اسمها حاليا سانست. ده هو ادي ده عندك من الشمال محمد سعيد، ده اسمه محمود، ده كان لواء راجل صاحبنا وسيد محمد علي، وده الخطيب صلاح بسطرمة اهو تحت. ده هنا مراتي، وده صلاح بسطرمة كابتن حسن شحاته وابنه، وده سعود اسمه فؤاد. فؤاد وعدنان وغازي ودول كانوا اصحابنا جدا وبتوع الرياضه يعني. الله عليه. وده محسن صالح والكابتن حلمي وشطه وحمامه. وشطه وحمامه. ومراتي اساسا هي مولوده الاصل في لبنان. وهي مصريه، والدها مصري. وبعد كده عندي بقى اربع اولاد. طب احنا فين في الصوره؟ الصور بتاعتنا كانت معاك انت، تلاقيك بقى كنت بتاكل. كنت طيب. عندك ايه بقى الاولاد ما شاء الله؟ الاولاد في خالد، يعني ان شاء الله يعني ربنا يوفقه، هو اعلامي في نادي الزمالك، في نادي في قناه الزمالك. وفي احمد غانم حاليا هو في نادي زد. اساسا هو كان بيلعب في نادي الزمالك. هو نجم كان في نادي الزمالك، وحاليا هو ماسك الاعداد البدني في نادي زد جميع اللي هو قطاع الناشئين. عدي نفسه كويس. وعدي نفسه علميا كويس جدا، وراح اليابان واخد شهادات من هناك على اساس يبقى من الناس اللي هو بيدرسوا اللي هو الاعداد البدني ده بشكل صحيح. وبعد كده بنتين في منى